حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع تابع للجيش الوطني يتحدث عن اقتراب وحدات الجيش من آخر معاقل الانقلابيين في تعز. الخليج، تشكيل لجنة لمنع الاعتداءات على المواقع الأثرية في مأرب القديمة. تايمز، وزير بريطاني يدعو المسلمين إلى موقف أكثر من التنديد بالهجمات. علماء يقولون إن أول إصابة بالسرطان تعود إلى العام 1300 وأصيب به مراهق في 14 من عمره. أهلا بكم. تحدث موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عن سير المعارك في تعز، وعنوان الموقع: الجيش الوطني يقترب من الحبان آخر معاقل الانقلابيين في تعز. وأكد مراسل سبتمبر نت في تعز أن انهيارات كبيرة شهدتها صفوف الميليشيا الانقلابية، كما أن العشرات من عناصرها لاذت بالفرار باتجاه الحبان. وذكر أن قناصة تابعة للميليشيا الانقلابية كانت تتمركز في المباني المحيطة بجولة القصر. استهدفت عددا من عناصر الميليشيا الفارين من المعارك الدائرة في محيط معسكر التشريفات، ونصبت نقاطا كثيرة ابتداء من جولة القصر والشوارع الفرعية بهدف احتجاز الفارين والزج بهم في سجونها بالحبان. يتابع الموقع: تواصل الفرق الهندسية نزعها للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات لإعاقة تقدم الجيش الوطني. في تقرير خاص بموقع عدن الغد حمل عنوانا بارزا: الميليشيا في عدن تضرب الحياة والحركة ومطالبات شعبية بحلها. وقال الموقع: توقفت مؤخرا حركة الملاحة الجوية في مطار عدن بعد ليلة دامية شهدها، خلفت قتيلا واحدا والعديد من الجرحى إثر صراع مسلح اندلع بين جماعتين مسلحتين يقودهما قائدان أمنيان بارزان في محيط المكان. وتحدث السكان بعد الحادثة على نطاق واسع بأن مخاوف كبيرة من بقاء السلاح بيد الجماعات المسلحة، وبدا خطورة ذلك الأمر على السلم والأمن الاجتماعي في المدينة. وأدان ظاهرة الميليشيا والجماعات المسلحة مؤكدين أنها الداعم الأبرز لتمدد وتغول الجماعات المتشددة. يتابع الموقع: في عدن يثار بشكل لافت ربط بقاء الميليشيا بعرقلة البناء والتنمية فيها، واصفين الوضع الحالي بالسيء والذي لا يعطي انطباعا جيدا لدى المستثمرين العرب والأجانب للقدوم إلى عدن. أصحابي في السجن، تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، ويضيف الحميدي: فكرت بيوسف عجلا ليلة فوز ريال مدريد ببطولة الدوري، لم أستطع تحرير تهنئة لصاحب المختطف مع ميليشيا الحوثي بهذا الفوز. لقد تذكرت أن الصحفي الاستقصائي العزيز محمد العبسي كان متحمسا للريال حتى قبل اغتياله. من سيتلقى الرسالة الأول، المختطف أم المقتول؟ وفكرت ببقية أصحابي المسجونين، وفي بداية رمضان عزفت عن دخول المواقع الإخبارية. يوسف الذي كان ينطلق ببشاشة في شوارع صنعاء على متن دراجة نارية صغيرة وكان يصل إلى الكلية باعتزاز. تزوج يوسف وصار أبا، واختطفته الميليشيا بلا تهمة، حتى تهمة نشر رأي غير متوفرة. التهمة هذه جعلت الكثير يقبعون في السجون. أصحابي الذين درست معهم وعملنا سويا اختطفتهم الميليشيا. كيف يصومون؟ كيف حال أمهاتهم؟ كيف رمضان بدونهم؟ ويل اللاتهمة التي سرقت من صنعاء المخائل القبلية التي ظلت تتبجح بها علينا. الرجال ممنوعون من المظاهرات، لا صوت يعلو على الميليشيا. أمهات المختطفين يجلن الشوارع تحت لفح الشمس للمطالبة بالإفراج عن أولادهن. الجلابيب تحترق والأجساد تتعرض للضرب. في عدن أيضا هناك سجن. لا أعرف ما إذا كانت سلطة الحزام الأمني قد أطلقت سراح الزميل هاني الجنيد. لقد اختطفته وهو خارج من منزل عبد الرحمن والد أمجد، الشاب الذي اغتاله مجهولون داخل مقهى. كنت قد ألغيت صداقة هاني الافتراضية بسبب مواقف من الثورة أيام الكتابة عن الثورة، يوم أن كانت لدينا صحافة. لتأتي الحرب ويفقد هاني عمله
ويغادر صنعاء ومن صنعاء إلى تعزن مقتنعا بالمقاومة، ومن تعزن إلى عدن ومن عدن إلى فم الوحش. أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن أن الحكومة كانت قد وقعت عقدا مع شركة خاصة لرفع معدل توليد الطاقة ب30 ميجاوات، وسوف تبدأ العمل غدا الثلاثاء لتزيد من ساعات الإضاءة وترفع معدل التوليد من الطاقة المشترى. يضيف موقع الموقع بوست: ستصل يوم الخميس المقبل إلى ميناء عدن 70 ميجاوات ضمن اتفاق الحكومة مع شركة أخرى 60 ميجاوات، وعشرة ميجاوات هي ما تبقى من الاتفاق. وعبرت المؤسسة العامة للكهرباء عن أسفها الشديد لاستمرار الانقطاعات، إلا أن هذه الانقطاعات سوف تتراجع تدريجيا ابتداء من الغد. وأكدت المؤسسة أن كافة الجهات المختصة تتابع باهتمام وتقوم بما يلزم من الإجراءات للتخفيف من أزمة نقص الطاقة الكهربائية. يتزامن اليوم 5 حزيران مع النكسة التي عاشها العرب في العام 1967، وما يزال أثرها إلى اليوم في مناح شتى. الكاتب سمير الزبن كتب مقالا في صحيفة الحياة وقال فيه: كان من أسوأ ما حصل بعد كارثة حزيران التحايل على تسمية الحدث، وعلى رغم مرارة الهزيمة وعمقها فإن تسميتها بالنكسة كانت واحدة من التغطيات التي سمحت لذات النخبة التي أوصلت المنطقة إلى الهزيمة في كل من مصر وسوريا أن تبقى على رأس السلطة، على قاعدة أن الهدف الإسرائيلي من الحرب كان إسقاط الأنظمة الوطنية. ماذا عن مسؤولية هذه النخبة عن توسع إسرائيل أكثر من 5 أضعاف مساحتها عشية حرب حزيران؟ ماذا عن هذه الدولة المصطنعة التي سحقت جيوش الدول الوطنية التي ترفع شعارات التحرير خلال ساعات؟ كل هذا وغيره الكثير تفاصيل لا أهمية لها طالما بقيت الأنظمة الوطنية في السلطة، تلك التي عادت لترفع شعار إزالة آثار العدوان لكنها لم تستطع إزالتها حتى يومنا هذا. لا نخالف الصواب إذا قلنا أن المنطقة العربية بالمعنى الحديث قد تشكلت بفعل هزيمة 67 أكثر مما تشكلت بفعل أي حدث آخر، ليس فقط لأنها كشفت هشاشة المشروع القومي وسطحيته كما عبرت عنه الناصرية في مصر والبعث في سوريا، وليس لأنها كشفت ضعف الدولة الوطنية وتفككها في المشرق العربي، وليس لأنها حطمت أسطورة التحرر الوطني ومنحت النصر الامتدادات الإمبريالية في المنطقة فحسب، بل لأن هذه الدول استنبطت الهزيمة وباتت مكونا من مكوناتها أيضا، وكانت الحدث السعيد للديكتاتوريات بوصفها الذريعة القوية للاستبداد بحجة مواجهة العدو، على رغم أن إسرائيل العدو الذي يواجهونه لم تمنعه هذه المواجهة من أن يكون ديمقراطيا. عن ظاهرة قديمة لم تغادر شبوة، قال موقع عدن تايم إن الثأر دراما رمضانية متكررة. ويقول الموقع: لا يكاد يمر يومان بهدوء دون تسجيل حوادث قتل في المحافظة، فرائحة الدم والبارود تفوح مجددا، ولكن هذه المرة من مديرية رضوم الساحلية الواقعة جنوبية شبوة، حيث قتل يسلم محمد السليماني في اليوم الرابع من شهر الصيام. يضيف الموقع: في 6 من رمضان الجاري يتم إطلاق النار على عماد عبد الله باهودة، ويسقط قتيلا في مديرية حبان شرقية المحافظة. وبالانتقال من شرق المحافظة إلى غربها، فقد قتل في مديرية مرخى محمد صالح العصار النسي يوم 8 من هذا الشهر. يتابع موقع عدن تايم: ربما تشهد أعداد القتلى ارتفاعا خلال الأيام القادمة في ظل انتشار السلاح وبأعداد كبيرة في مختلف مناطق محافظة شبوة ومنها عاصمة المحافظة عتاق. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. محتجون يقطعون طريق مطار عدن بسبب أزمة الكهرباء، هذا ما قالته صحيفة العربي الجديد، مضيفة: عادت أزمة الكهرباء في مدينة عدن لتلقي بظلالها على السكان، ما دفع عددا من المحتجين لقطع طريق رئيسي في المدينة احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. مصادر محلية في عدن أفادت بأن المحتجين أشعلوا إطارات السيارات المستخدمة في طريق مطار عدن الدولي، ما أدى إلى انقطاع الطريق الرئيسي في المدينة.
حيث تعتبر أزمة انقطاع التيار الكهربائي من أبرز الأزمات التي تواجه مدينة عدن، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. صحيفة الخليج العربي نقلت عن السلطة المحلية في مأرب إعلانها تشكيل لجنة لحصر ومنع الاعتداءات على المواقع الأثرية في المدينة القديمة. جاء ذلك خلال تفقد وكيل المحافظة علي الفاطمي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن والشرطة اللواء الدكتور أحمد الموساي مدينة مأرب القديمة للاطلاع على مستوى الإزالة للاعتداءات والبناء في هذه المنطقة الأثرية وما تبقى من اعتداءات يجب إزالتها. وكيل المحافظة علي الفاطمي قال: اللجنة برئاسة مدير عام مديرية المدينة ستعمل على استلام مواقع مأرب القديمة الأثرية وحصر الاعتداءات عليها وإعادة الأحجار الأثرية إلى مكانها ومنع دخول أو خروج أي مواد من وإلى المنطقة الأثرية. حرب الحوثي صالح بين السياسة والأيديولوجية والتاريخ. تحت هذا العنوان كتب علي عبد الرحمن الخليدي مقاله في الاشتراك نت، وقال الكاتب: إن مقدمة اختطاف الدولة كان في اختطاف الدستور مع حامله في ظاهرة تراجيكوميدية كانت ملفتة لنظر، وهي أن الانقلاب كان البروفة العسكرية لتمرير الانقلاب السياسي على كل العملية السياسية وعلى كل التوافقات الوطنية والدستورية. أما تسمية الحرفية له الانقلاب أنه ثورة مضادة شاملة على السياسة والواقع والتاريخ، خاصة بعد أن شعرت الجماعة السلالية والعائلة الجملكية أن أوان غياب شمس دولة العصبية والمركزية قد استكمل حلقات غسقه ولم يتبقى سوى إزدال ستار على مغيبها التاريخي. ومن هنا كان الانقلاب والحرب الممتدة على كل البلاد. تقول فلسفة الفكر التقدمي أن الثورة تندلع حين لم يعد بوسع الناس المحكومين العيش بالطريقة القديمة، ولم يعد بإمكان الحكام الطغاة الاستمرار في حكم الشعوب بالطريقة القديمة التي ألفوا عليها في حكم المقهورين. تكون معه الثورة ضرورة تاريخية، وأسباب ودوافع الثورة المضادة الرهنة تتمظهر في صورة معاندة للواقع وإنكار له ولإرادة التغيير الصادحة مسيقها في كل الأرجاء في شكل فرض الانقلاب وتعميم استمرار منطق الحرب على كل البلاد وإطالة أمد عمرها لتقضي على ما تبقى من فكرة الدولة في عقول الناس، وليس حتى مطلب استعادة الدولة، لأن الدولة على أي مستوى وبأي معنى ديمقراطي أو شمولي هي ضد ونقيض لفكرة وجود الميليشيات. ومن هنا حربهم على الدولة، ناهيك عن الدولة الديمقراطية الاتحادية. إن الدولة المدنية الوطنية الاتحادية في أبسط تعريفاتها هي دولة مواطنة ومساواة وحرية وعدالة وحقوق وكرامة إنسانية، وجميعها مفردات ومعطيات نقيض لمشروع أيديولوجية دولة الحوثي صالح اللذين يقاتلان في سبيل استمرارها وديمومتها ولو على قاعدة حكمهم لبعض الشمال أو الانفصال. وهنا يلتقي الحوثي صالح مع بعض أقسام الحراك الجنوبي القائلة بفك الارتباط والانفصال بدون رؤية، وكذا دون إدراك سياسي عميق لطبيعة الحالة الوطنية المعقدة اليوم. نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه الوزير البريطاني ساجد جاويد يدعو فيه المسلمين إلى موقف أكثر من التنديد بالهجمات التي ينفذها الإسلاميون المتشددون. ويقول الوزير: نحن البريطانيين المسلمين ندين الهجمات الإرهابية، ولكن هذا ليس كافيا، فالمسلمون يجب أن يتصدوا لها، وجميع المجتمعات مطالبة بنبذ التطرف متى رأوه بينهم. ويضيف أنه ما من شك أن هؤلاء يعتقدون أنهم مسلمون ويقترفون الهجمات باسم الإسلام، ولذلك فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية الجميع ولكن مسؤولية المسلمين خاصة، وهذا لا يعني أبدا أن المسلمين مسؤولون عن الإرهابيين، فهم في الخطوط الأمامية في الحرب على الإرهاب في مختلف مناطق العالم. ويرى أن المسؤولية الخاصة التي يتحملها المسلمون هي أن هذه الحرب لن تحسم في ساحة المعركة أو بمفاوضات، ولكن عندما يقرر الشباب المسلم في بريطانيا أن هذه ليست الطريقة التي يرتضونها ويديرون ظهورهم لدعاة الكراهية، فالمطلوب حسب الوزير البريطاني هو ألا نكتفي بدحض أفكار المتطرفين، وإنما ننشر الأفكار الإيجابية
المبنية على التعددية والقيم. كاد الجندي المتقاعد مالكوم إيفغراف وبحسب صحيفة القدس العربي يفقد حياته 3 مرات في أسبوعين فقط، حيث نجا مالكوم بأعجوبة من حريق مروع في شقته أثناء نومه في الحادث الأول. أما المرة الثانية فكان يجلس على بعد مسافة قريبة من جدار اصطدمت به سيارة وأصيب بسكتة دماغية في الأيام الأخيرة، ولحسن الحظ عاش ليروي حكايته. وكان مالكوم البالغ من العمر 70 عاما قد استيقظ على رائحة الحريق داخل منزله ونجا من الحريق عندما سمع أحد الجيران صراخه وقام باستدعاء الشرطة ورجال الإطفاء، كما تعرض إلى حادث آخر عندما كان يجلس في حانة حيث حطمت سيارة جدارا على بعد مسافة صغيرة من مقعده، وقال إنه يشعر بأنه شخص محظوظ ليس فقط لنجاته من الموت 3 مرات وإنما لوقوف جيرانه بجانبه خلال أزمته وقدموا كل أنواع المساعدة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح. طبيا بحث العلماء عن أصول واحد من أكثر الأمراض خطورة، وعنون موقع هاف بوست عربي: أول إصابة بالسرطان تعود إلى عام 1300 أصيب به مراهق في 14 من عمره. وقال الموقع إن العلماء اكتشفوا رفاة أقدم حالة تصاب بالسرطان وتعود إلى سنة 1300 ميلادية، ويرجح أن صاحبها مات في سن بين 14 و16 عاما نتيجة إصابته بورم سرطاني بذراعه اليمنى. وبتحليل معهد تابع لمتحف سميثسونيان في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة، فإن نوع السرطان الذي تم اكتشافه معروف بكونه يترك آثارا تشبه حروق الشمس على عظام المريض، كما اكتشف الباحثون أن هذا الشخص أصيب بمرض الأنيميا أو فقر الدم الذي يمكن أن يكون مرتبطا بمرض السرطان أو التهاب آخر أو بسبب وجود اختلال في عملية الأيض. الفلسطيني أسامة أبو أرشيد كتب مقالا في العربي الجديد عن إجهاض أي إمكانية لنهوض عربي، وقال الكاتب: الأخطر أن مشروع الإجهاض لأي انبعاث عربي مرتجى في المنطقة لا يقتصر فيه المتآمرون على الغرب وروسيا وإسرائيل ولا حتى على إيران، بل ثمة متآمرون من داخل الدار العربية، إنهم الذين أصابتهم الثورات العربية بالذعر فلم يكتفوا بهندسة ثورات مضادة، بل تراهم اليوم يمارسون أدوارا مشبوهة في صيرورة التدمير الذاتي عربيا. إن المراقب ليصاب بالذهول مما يجري، حتى إنه ليخيل إليه أنه تمثيلية سمجة لمصلحة من يجري ما يجري في ليبيا واليمن مثلا وبأيد عربية. حتى ولو حاولنا أن نتفهم مبررات معسكر الثورة المضادة العربي أن الثورات كانت مؤامرة، فكيف نفهم ما يفعلونه اليوم من محاولة إبقاء النار المستعرة في المنطقة متأججة؟ نعم، ما يجري محاولة إجهاض لمقومات أي انبعاث عربي من هذا القاع الأسن الذي نقبع فيه، ولكن وكما أن ثمة أياد تحاول دفعنا دوما من فوق إلى القاع عند كل محاولة تسلق إلى الأعلى، فإن ثمة أياد أخرى تسحبنا من قعر القاع نفسه إلى الأسفل. تلك الأيادي المحسوبة علينا هي الأخطر، إنها لا تملك رؤية للخروج من القاع، ولا هي تملك إرادة أيضا، ولا هي تريد أحدا غيرها من القابعين معها في ظلمات الجهل والتخلف أن تحاول تغيير حالها. إنهم هم أنفسهم من تآمروا على المقاومتين الفلسطينية واللبنانية من قبل، فأي نصر عربي يعني بالنسبة لهم إدانة فاضحة لهزائمهم ونكوصهم واستسلامهم. لذلك كله الأخطر من التفتيت ومزيد من التجزؤ هو كسر إيماننا أن صحوة من غفوتنا ليست أمرا مستحيلا ونهوضا من كبوتنا احتمال ممكن. ذلك هو ما يريدونه من كل ما يصنعونه بنا، وأقصد بهم كل عدو داخلي وخارجي سواء بسواء. جولتنا المصورة اليوم سننقلها لكم من أزمة فنزويلا إلى زيارة رئيس وزراء الهند لباريس. أفضل الصور من الأسبوع مختارة من وكالة رويترز، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.